لا تعال خد. تواصل عصابات الجريمة ترويج المخدرات ونشر سمومها بين الشباب على وجه الخصوص رغم الإجراءات الأمنية المشددة والعقوبات القانونية الرادعة. إذا أكدت وزارة الداخلية القبض على ما يقارب 10,000 متهم في جميع أنحاء العراق على مستوى المتعاطين والمروجين والمتاجرين خلال هذا العام فقط. مفارز جهاز الأمن الوطني العراقي ألقت القبض على عدد من تجار المخدرات في بغداد بالجرم المشهود، واعترف أحد التجار بنقل المخدرات عن طريق عقيد في مديرية المرور العامة. دزولي كمية 5 كيلو بيد العقيد أبو المرور، وبعدين عرفت بأنه هو ملزوم ظلوا يدزولي بسواق خاطئ. العراق قبل العام 2003 كان من البلدان النظيفة في تعاطي المخدرات أو الترويج لها والمتاجرة بها، لكن بعد الأحداث التي شهدتها البلاد وتراجع الوضع الأمني وبسبب الموقع الجغرافي بدأت تجارة المخدرات تلقى رواجاً، وصارت البلاد ممراً رئيساً لتهريبها حتى أصبح من الدول المتعاطية بل والمصنعة لها. تم القبض على المتهم، ما تذكر السؤال. حركة يا ولد.